الفاتح نوفمبر المصادف لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تاريخ لم يأتي اختياره صدفة لعقد القمة العربية، بل يحمل دلالات نابعة من مبادئ الجزائر في لم الشمل العربي والدفاع عن الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها. وزراء الخارجية العرب وخلال الدورة العادية للمجلس الوزاري المنعقدة شهر مارس الماضي تبنوا بالإجماع اقتراح رئيس الجمهورية بعقد القمة العربية مطلع نوفمبر، ما يؤكد تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك ونبذ كل أسباب الخلافات. الجزائر سوف تكون في عرس يوم أول نوفمبر والثاني من نوفمبر، وبحضور عدد طيب كبير من القادة العرب. بيان أول نوفمبر الذي جمع القوى النضالية الوطنية بالأمس هو ما تقتدي به الجزائر اليوم لتحقيق الوحدة العربية، فالجزائر التي لطالما دعت للابتعاد عن الخلافات تعمل لجعل القمة انطلاقة جديدة نحو التضامن بين الدول العربية، فوحدة الصف هي السبيل الأوحد لمجابهة كل التحديات التي تواجهها الدول. أتمنى يكون اجتماع شامل. الجزائر ما تكرسش التفرقة تاع العرب، احنا دولة دائما نجمع الفرقاء في افريقيا، في العالم العربي، في حتى في اوروبا. ولان الحق في تقرير المصير كان جوهر بيان اول نوفمبر، فقد جعلت منه الشعوب التواقة للحرية مثلا يقتدى به. البيان الذي يحمل مبادئ الوحدة والتضامن تجسدت معانيه في لم شمل الإخوة الفرقاء الفلسطينيين، ما يعتبر بادرة خير قبيل انعقاد القمة العربية. هي نفسها الرؤية التي عملت ولا زالت تعمل عليها الجزائر بالنسبة للملف الليبي أو لدول عربية أخرى تشهد أوضاعا غير مستقرة. هي إذن قمة تأتي في شهر الثورة المجيدة، قمة تعمل الجزائر لجعلها انطلاقة لتوحيد الصف العربي في ظل أوضاع جيوستراتيجية تتسم بالتعقيد وعدم الاستقرار.